حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا اولى فقراتنا مثل ما ذكرنا قبل شوي كبير المخرجين اللي طال عمركم دائما يترك بصمه في كل اعماله خصوصا الاعمال التراثيه، اخوي الاستاذ المخرج الكبير محمد دحام الشمري ابو عبد العزيز. حياك الله، هلا فيك، نورت في عسيف، ساعه مباركه، بارك بعمرك. مخرجنا اللي دائما مبدع بكل عمل قاعد تسوي، قاعد تتحفنا باعمالك الجميله، رؤيه ومدرسه في الاخراج استاذ محمد دحام الشمري، نورتنا وساعة مباركة ونتشرف اليوم ان احنا نحاورك. الله يحفظ، الشرف لنا، وانا يعني ماني غريب على هالمكان، انتم اخوان وبيتك ومطرحك. الله يحفظك حبيب عزيز. عزيز قبل ما ندردش معك نبي ناخذ تقرير او فاصل صغير ونرجع نكمل معك، اعطوني شباب. مشكورين طبعا فريق الاعداد على هذا التقرير المميز، ولكن اليوم انا بسال سؤال للاستاذ محمد، بقول له شنو تنافسنا انت استاذ؟ ناش عندك برنامج ونيو لوك وحركات وقدر عقال، واحنا ما تعودنا عليك كذي. انا ما عرفتك والله، قلنا شنو السر؟ يعني قلت ما شاء الله تبارك الرحمن نيو لوك، يعني متعوده عليك بالبدله، كل لقاءات السابقه كانت معك ببدله، اليوم دشيت لابس دشداشه وقطره وعقال، فيعني لوهله حسيت انه انا غلطانه يعني. اي والله يعني شنو السر؟ والله ابد ماكو سر، بس انا اتوقع يعني يمكن بعد هالفتره يمكن في نظام غذائي اتبعته وغيرت يعني نوعيه الاكل وغيره والرياضه وجابلت هذه الامور، فحسيت يعني تعودت على هذا الموضوع. وانا يمكن بطبيعه شغلي احنا باللوكيشن شغالين دائما 24، فاكتشفت مع الوقت ان احنا كمخرجين اقرب للعسكريين، يعني محتاجين لان واقفين طول اليوم 60 70 اكل وكذا، فاحتاج للرياضه. ابو عزيز الرياضه شنو نوع الرياضه؟ الرياضه والله فتنس، يعني مجرد رياضه المشي شويه يعني اوزان، يعني ما في قص شويه ولا قص ولا لا لا ابد ابد. انا من النوع اللي اخاف من الجراحه والادويه يعني. برافو عليك. اي يعني طبيعي. كم كيلو تقريبا؟ اتوقع يمكن يعني مو اقل من 10، يمكن 10 12 كيلو يمكن. يبي له دوره عندك يا بوكسنج. يبي له دوره. زين ابو عزيز، خلينا نسولف الحين عن البرنامج اللي راح تقدمه. انت قلت لي سجلت اربع حلقات، اربع خمس حلقات البرنامج. تعودنا عليك مخرج، اليوم انت راح تصير زميل طبعا اعلامي. شنو الخطه؟ هو الخطه بصراحه يعني هذا برنامج مبدئيا هو اسمه صندوق تفاح، والفكرة جت من صندوق التفاح الأبل بوكس اللي احنا نتعامل فيه باللوكيشن، يعني اي واحد يشتغل في التصوير وهذا راح يعرف انه في من المعدات في شيء اسمه صندوق تفاح والابل بوكس. ما نعرف احنا شنو هذا صندوق تفاح. هذا نستعمله في المعدات، يشيلون فيه يحطون فيه بعض يعني المعدات، ساعات يستعملونه كطاوله، ساعات يحطونه كليفل ستيب الممثلين اذا كان الاطوال مختلفه وغيره، ساعات يصير قاعده للكاميرا وغيره. فهو هذه فكره الابل بوكس، هو صندوق تفاح كان في السابق يستعملونه للتفاح يعني في الحقل وغيره، فمع الوقت صندوق الخشب استعملوه في نفس التصوير. السحارة، نفس السحارة الخشب بالضبط بس قوية تحمل، فبدأوا يستعملونها في اللوكيشنات، فتحولت إلى جزء من أدوات يعني معدات التصوير، والآن حتى الشركات العالمية قامت تصنع شيء اسمه أبل بوكس. وبنفس الوقت التفاحة آدم والربط ما بين العلاقة ما بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع، فسوينا هذا البرنامج بودكاست هو مع طبعا مع منصة شاشة، والمفروض أنه يعني أنا أقدم نفسي كمحاور مع يعني اخواني وزملائي الفنانين اللي انا يعني قضيت معاهم سنين من العمل، سواء كانوا ممثلين او كتاب او مخرجين،
واتكلم معاهم عن اسرار المهنه وعن عن الاشياء اللي هو مروا فيها سواء من نجاحات من فشل من انكسارات وشلون استفادوا من هذه الدروس بحياتهم وشلون قدروا. سقف الحريه يعني عالي شويه. سقف الحريه عالي على المستوى يعني اللي يسمح فيه كل ضيف او كل فنان اللي هو يقدر يتكلم فيه يعني اجتماعيا وغيره. بس يعني الفائده منه هو يعني خلينا نقول للعاملين بالفن واللي يعني قابل يعني في المستقبل راح يدخلون هذا المجال. اليوم الناس تشوف هذا النجم تشوفه في اخر حاله له بس ما يدرون هو شلون وصل لهذا المكان. ممكن يكون مر بمشاكل نفسيه كثير، مشاكل سببت له الم وغيره، لكن استفاد منها وقدر يعني صورت يتخطأها. اربع حلقات صورت خمس مع حلقات مع من نقدر نعرف ولا اسرار؟ والله يعني مو اسرار بالعكس يعني بس فنانين الناس تحبهم يعني من عرفنا ناس شجون اي الكاتب فهد العليوه الفنانه البحرينيه نور الشيخ الفنان علي كاكولي والان يعني ان شاء الله في المستقبل في بعد فنانين الحين ابو عزيز يعني ما احنا ما نتكلم عن ايه؟ يعني اخراجك ما شاء الله انت مدرسه يقولك دائما يقولك مدرسه الدحام الحين يوم نكلمك انا اليوم كمذيع اليوم انت كمذيع او مقدم برامج انت شلون الادوات مالتك انت يوم كمحاور اليوم محتاج محاور تكون انت مذيع انت صحيح. تقدم عندك ضيف شلون تسولف معاه شلون تقعد شلون تتكلم هذه الامور شلون دربت عليها هو الحقيقه يعني انا بهالبرنامج مو يعني مو اقرب للمحاور من المذيع حلو. ولذلك يعني خلاني هذا الموضوع اختار الناس اللي شغاله في مجالي يعني ما اقدر في المستقبل اني يعني يمكن في المستقبل انتقل الى شخصيات برا المجال الفني بس ليكون لهم ارتباط او وجهه نظر بالفن علشان نتناقش بهذا الموضوع بس هذا الموضوع خلاني اذاكر زياده يعني اذاكر وتحضيري للضيف واحاول قدر الامكان اني ما اخلي الاسئله او الاعداد لاني انا معد الرئيسي في العمل ومعي اثنين يعني فريق الاعداد انت المقدم وانت المعد اي ممتاز لانه الماده مهم انه انا اللي اطرحها والحوار ما بيني وما بين الضيف راح يكون حوار نقاش ما يعني مو ان انا اطرح عليه سؤال وانتظره لمده 5-7 دقائق هو يخلص اللي عنده وانتقل لا هو حوار يعني خلينا نقول متدفق يعتمد على علاقتك فيه؟ يعتمد اكيد يعتمد على علاقتي بالضيف ويعتمد على ايش كثر انا اعرف من اشياء الخاصه فيه سواء في حياته او في مهنته لانه تدرين احنا لما نشتغل تصير في كثير من الامور في الكواليس كثير من الامور اللي احنا يعني ساعات نغطي على بعض المشاكل نغطي على بعض المشاعر والانفعالات فهذه فرصه ان احنا نقدر ابو عزيز شلون جت لك الفكره او شلون قدروا يقنعونك بالموضوع؟ والله هي فكرتي فكرتك ايه انا اللي اقنعتهم فكرتك ايه انا اللي اقنعتهم هم تحمسوا يعني صراحه الفكره عجيبه يعني انا احسها محتاجينها لاني في فتره من الفترات هو هذا اللي خلاني انتبه اتذكر ايام كورونا في قاعده البيت بديت اشوف مقابلات كثير من فنانيننا يعني والفنانين الغربيين وغيره والعرب انتبهت ان اغلب اللقاءات اللي قاعده تصير مع فنانيننا تروح في منطقه الاستفزاز وفي منطقه ان انت تطلع أسوأ ما عنده يعني ها تقصد ان المذيع يحد على زاويه اي او الاعداد او المذيع فيحدونه على منطقه يبتدي يدافع عن نفسه فيظهر في مظهر الضعيف واحنا كمجتمع مو قاعدين نستفيد من ثقافته من خبرته يعني ولاحظت عند الغرب انه كيف الفنان يصبح في المستقبل جزء من ثقافته ووعي المجتمع خلال خبرته وتجاربه وكذا فحبيت اسلط الضوء على هذا الموضوع لاني انا اعرف ان كثير من الفنانين عندهم وعي وعندهم ثقافه عاليه بس في اللقاءات ما يظهر هذا الشيء لانه دائما كم تاخذ شنو مشاكلك خلافاتك مع الفنانين غيره وغيره ف تخلي الفنان صدق عزيز انا اكون صريح معك انا عندك وسيله من هالنوع انا اعلامي صار 13 سنه ترى في بعض الضيوف يطلبون هذا الشيء يطلبونه لانه يسوي ترندنج يعني يمكن هو يطلب منك يقول لك اسالني السؤال هذا واسالني عن اجري واسالني يمكن في باله غرض معين يعني عادي فهذا هني سؤال بسالك اياه هل تشوف ان الموضوع هذا من حقه ولا لا؟ اعتقد اذا هو يطلب من حقه ما اعرف بس هو هل انت قاعد تساعده على هذا الموضوع؟ هو انا معك ساعات الموضوع هذا يسوي ترند صح اي بس انا مو بهالمنطقه يعني انا همي دائما ان احنا نطلع بشيء ايجابي من تجربه هذا الفنان ابو عزيز في سؤال مو موجود هنا بس إيه؟ يعني دائما المخرج له هيبته مختلف عن المذيع يعني صح فاللي قاعد ضيوفك كلهم متعاملين معاك كمخرج صح فالرهبه هذه اكيد بتكون موجوده غير لما انت تحاورهم فشون انت قاعد يعني دائما المذيع يحاول انه
يهدي من صح روع الضيف اللي قدامه. صح. فشلون؟ لا بالعكس يعني أتوقع يمكن اللي يعرفني ويشتغل معاي يعرف إن أنا أحتوي يعني الفنانين وفي علاقتي طيبة معهم، وهم بالعكس معاي يصيرون أكثر أريحية ويعبرون عن أشياء. ما راح تعصب عليهم يعني نفسك؟ لا لا بالعكس بالعكس، وسألهم يعني حتى أنا أسألهم دائما إن أنت شو اللي خلاك تقبل النتيجة، فكلهم يقولون إن إحنا مرتاحين، نرتاح نسولف معك يعني. ودائم بالنهاية دائم أبو عزيز ده بتسوي له صورة جميلة، كل فنان أكيد راح يستانس بهذا الشيء. أكيد. أنا ودي أردك شوية. ردني. ورا ونشوف مسلسل جميل اسمه الهدامة، خلينا نشوف بعض اللقطات نرجع نكمل معك. أعطوني عشان. من بين عليهم فجوي. يعني ابو عزيز من اروع المشاهد ومن اروع المسلسلات اللي انت اخرجتها امانه. انا ودي اتعلق على هذا الفيديو وبعدها بسالك سؤال. هذا الفيديو الملفت فيه فرح الهادي. فرح كبرت ما شاء الله. اللي حصل فرح كانت صغيره يمكن هذا اول عمل لها. العمل هذا جميل صراحه، يعني احنا عشنا في تجربه يعني فيها ذكريات حلوه مع الكاتب هيثم بودي، كان يعني وعشنا يعني تصوير هذا العمل خذ بحدود 100-110-120 يوم تصوير. تصوير؟ اي وكله خارجي يعني مرهق كان. وبعدين حقيقة. يعني ديكورات والمطر والمشهد يعني شيء عظيم الصراحه يعني، وانا ما ادري شنو اقول بس الصوره يعني الحمد لله. هذا كان في تعايش يعني، هذا اللي تشوفونه وهو فعلا تاثيره لما طلع على الشاشه الناس حسوه بقوه يعني، لانه كان في تعايش حاله، واحنا نشتغل الممثلين صار في بينهم وبين المكان علاقه، صاروا يعني يشعرون في بعض بشخصياتهم اللي بالروايه بالمان. اي يعني كان الاب يحس انه هو فعلا اب حتى لما نخلص التصوير. يعني هذا المشهد مقطع كلام خير ابو عزيز، هذا المشهد بروحه مؤثر يعني، اللي طالع الحين طريقه المطر وشلون خرجته ما شاء الله، هذا كله ابداع. هذا اطول يعني سيكونس مطر يمكن باي مسلسل تشوفه يمكن عربي، لان كان في حلقتين، الحلقه الثامنه والتاسعه والحلقه 28 ويمكن 29 كلهم امطار يعني، فخذ المطر لا يقل عن اسبوعين ثلاثه تصوير. ابو عزيز انا اللي ممثل اعرف تفاصيل هذه، كم كاميرا قاعد تستخدم انت؟ تصدق هذه كاميرا واحده كنا كاميرا واحده؟ كنا صور كاميرا واحده بهذا العمل. اي كاميرا واحده؟ كاميرا واحده العمل كله؟ كله اي ما شاء الله. هذا العمل كان كاميرا واحده يعني شو تحافظ على الركورات. هذا مشكله. انزين ابي اسالك سؤال ابو عزيز، هذا سر عندي. اي قالوا لي يا شباب فريق الاعداد احد ابطال هذا العمل المفروض فنانه هدى حسين، لكن اعتذرت، شنو المشكله؟ هو احنا بعد ما خلصنا عيون الحب. اي كان قبل عيون الحب بنفس السنه تقريبا، هم العملين هذول طلعوا بنفس السنه مع بعض، وكنا كان في بيننا هذه يعني بتواصل مع الفنانة هدى حسين، ونجاح عيون الحب كان يعني حلو، كان في شيء يعني غير. وبعدها أنا نويت أسوي هذا العمل، فأذكر قالت لي الله محمد العمل حلو وعاجبني وكذا ودي، فتناقشت معها على بعض الأماكن يعني، إن خصوصا إن هي وسمية لها مراحل في العمر كانت صغيرة. أماكن يعني ولا شخصيات؟ شخصيات المراحل العمر يعني بالنسبة اللي هي أقصد منيرة. يعني ما كانت تبي منيرة، شخصية منيرة. منيرة كانت تبي شخصية منيرة. هي نتكلم على منيرة احنا، هي الشخصية الرئيسية، لان هي الشخصية الرئيسية مو الام. هي منيرة. فما كان يعني كان مراحل، وهني صار في نقاش على ان يعني ان هل الشخصية ممكن تتصغر الى هذا المنطقة والى عمر 16 و17 سنة وبعدين هي تنتقل منيرة. هو كان في المرحلة الأخيرة بعد ما تتزوج منيرة ويجيبون العيال وانتقل الى الكويت الحديثة وحق البرقان وغيره، توصل طبعا بسردها ابناء وبعدين احفاد، كان يناسب هذه المرحلة. بس هذه للاسف المرحلة ما كانت اكثر من 4-5 حلقات الاخيرة. بس في اغلب العمل كانت منيرة بعمر 18 و19 و20. عشان العمر؟ اي نعم عشان العمر، الملامح والعمر وطبيعة الشخصية. حلو ابو عزيز، اكثر الاعمال اللي قاعد نشوفها الحين او مثلا كاتب ببلش يكتب مثلا نص وكذا، اذا كتب نص تراثي قال لك محمد دحام الشمري، ليش رابطينك بالتراثي؟ بس معنا احنا نبيك مودرن. والله انا ودي اشتغل انا واشتغل وياك، لان انا ما اشتغل تراثي من زمان. اي ابي تراثي وانا اذا بشتغل ما اشتغل تراثي واحد. والله يا ريت اثنينكم. والله جد. لا والله ابو عزيز يعني شوف ما التقينا وسب ان انت حاكر نفسك في مجال واحد، ودنا ان احنا نشوفك في اعمال مودرن. ليش تراثي؟ انا صراحه ودي اشوفك بالسينما اذا هذا بكاميرا واحده. ودي اشوفك والله السينما ظروفها ان شاء الله يعني في المستقبل، اتوقع مع اللي الحين قاعد يصير في السعوديه اتوقع خلاص صارت المساله
قريبه ان احنا ممكن نسوي ممكن نشوفك بعمل سينمائي ان شاء الله. اكيد اكيد يعني قاعد اجهز. حلو. ايش رايك بالفيلم الاخير شيابني هني مال الفيلم الكويتي اللي انت حقق نجاح كبير اللي هو شيابني هني؟ للاسف ما حضرت. ما حضرت بس اكيد سمعت والمخرج يعني اخونا زياد هي سالتك تدري ليش يعني مثلت فيه تبي تقول شفني ايش رايك فيه؟ لا لا انا ما شفت نفسي ترى والله انا ما شفت الفيلم الصراحه للحين. قريبه من التجربه اي بس كانت تجربه جدا جميله صراحه وانا فخوره فيها يعني كل اللي راحوا الفيلم كانوا يمنشنوني على يعني تشوفي من اعلاميه مذيعه لممثله الحين انا مخرج الى حلو التغيير الواحد يجرب نفسه ليش لا. بس بالنسبه لسؤالك سؤالي التراثي وان انا ليش اروح مع التراثي اكثر يعني كانت في البدايه انا بالنسبه لي التراثي العمل التراثي في صناعه بصراحه يعني اكثر من العمل المودرن رغم ان الحين الاعمال المودرن اللي قاعده تصير صار فيها تصنيع يعني ديكور وازياء بدا يصير فيها وتفاصيل فانا هذا كان الموضوع بالنسبه لي مغري اكثر انه انا اتجه للاعمال التراثيه لان فيها ديكورات تصنيع ازياء رؤية بصرية تفاصيل حتى العمل على المشهد يعني خلاص انت طلعت من 4 طوف وداخل البيت القصة نفسها تختلف بدل ما تكون قصة اجتماعية متعلقة بمشاعر وطلاق وزواج وكذا وهالأمور ومشاكل الأبناء فصار في عندنا قصص لها علاقة مثلا بالعنصرية لها علاقة بالأمور اللي يعني قضايا كبيرة يعني مثل الهدامة مثل كحل أسود مثل الموسيقى الأحمدية العنصرية وغيرها مثل ذهبت مع الماء تكلم عن عنف ضد المرأة والعنصرية فمواضيع تتحمل بس وسويت بعض الأعمال المودرن يعني أعمال المودرن مثل خلينا نقول توني قلت عن عمل الفنان هدى حسين عيون الحب مثلا آخر صفقة حب عرس الدم عرس الدم حلو كان في عبد المحسن نمر وأكشن وفي يعني تفاصيل حتى ذهبت مع الماء فيها 3 أقسام في جزء منها مودرن فبالنسبة للمودرن إذا ما كان في موضوع جديد ولا علاقة يعني بقضية واقعية وغيرها ما أحس إنه يعني خلينا نقول إذا إحنا بنسوي قصة حب عذري حب لا مشروط تسويه ب 2023 اتوقع شكله راح يكون غريب اليوم راح يقول لك الناس اغلب يعني باتجاه الماديه اكثر العلاقات صارت سطحيه اكثر ما عاد تشوف هذاك فترجع وين للزمن الحديث وتقول لهم كنا في السبعينات كان الحب هذا شكله وكان بس ابو عزيز يعني بتكلم عن موضوع هم مو موجود بالاعداد بس احنا عندنا فيديو خلينا نشوف الفيديو هذا يقولون فيه سر الفيديو خلينا نشوف شنو السر اعطونا يا خلينا نشوف فينا هذا ابو يوسف ويا زميلنا هذا ابو يوسف هيثم بدي انا مكتشفه ممثل ترى انت شلون اقنعته انه يمثل هو هذا المشهد بالذات لانه هو المؤلف في هذا العمل في الهدامه فكان في مشهد يتيم بعد الخانشيه اللي هي الرحله الصغيره اللي يطلعون فيها الشباب يعني قبل موسم الغوص يطلعون يتيمون يتحاططون الصغار ويأخذون لهم يعني مركب صغير هذا الهوري ويطلعون البحر ويبتدون يدورون يغوصون فاللي هو عبد الله لقى الدانة وبعدين الحين شلون يبي يبيعها وكذا فراحوا حاسة وغيره ما شنو فخافوا يعني يقصون عليهم الناس ويشترون منهم فراحوا حق طواش فالمفروض ان هذا الطواش واحد فاهم في تفاصيل المهنة وانواع اللولو والاوزان والاسعار وغيره فكان في ممثل لأنه مشهد كان فالكاستنج كان يعتمد على الكمبارس يعني كمبارس متحدثين وكذا وجيدين بس لما جاء الممثل اللي احنا اخترناه للدور حافظ وكل شيء تمام بس وين الإشكالية أنا كنت بالنسبة لي بالتفاصيل هي التعامل مع الأدوات وهذا اللي احنا بالتمثيل نسميه دبل أكشن ان انت شلون تقول حوار وبنفس الوقت تتعامل مع المهنة يعني اذا مثلا واحدة تشتغل في المطبخ وتشتغل وتحط الأغراض وتقول الحوار هذا الحوار أكثر طبيعي فهو لازم يتعامل مع اللولو يتعامل مع هذا ويقيس ويشوف ويتكلم معهم وبنفس الوقت يلاحظ أنهم شباب صغار ومتورطين وقاعد يتهامسون شو نسوي فيساعدهم فعدنا تصوير وهو دارس ترى تمثيل إخراج فقاعد كان هيثم يمي قلت له أبو يوسف شلون الريال مو عارف يقوله يلا فأنا أدري أنه دارس إخراج ودارس التمثيل وماخذ كورسات وكذا فقال لي أبو عزيز شلون وكذا فأقنعته والله شوي كذا قلت له يضيع المشهد حرام وكذا كان يقول لي ها
يلا يلا بس تغيرون شكلي قلت له غير مسكين حطينا على اللحية والتفاصيل والله سوى مشهد يعني صدق هذا المشهد ماستر جدا جميل الصراحة وايد طبيعي المشهد طبيعي جميل طبيعي. جميل انزين تصدق ايه ابو عزيز طبعا ايضا عندنا طبعا كاتب هو طبعا كاتب وزميلنا بنفس الوقت استغربنا هنا في المحطة انت خليت منه اعتقد عمل اسمه ورود صح ليش ما انتجته؟ والله ظروف للحين يعني انتاجية هو العمل سيزون 6-7 حلقات واخذت بعد منه سيزون ثاني الاعماق يعني عنده عمل ثاني اي عنده عمل خطير اي اسم الخطأ والخطيئة اي الخطأ هذا مجرم اي هو انا هيثم بودي شهادتي في مجروحة امانة يعني احب كل كتاباته واحب شخصيته هو يعني شخصيا كانسان وأحب يعني إيش كثر هو يعب طريقة سردة للموضوع سردة للموضوع وتفاصيله ودراسته للحالة إيش كثر يعني يبني عليها ما يعني ما يترك ثغرة إلا ما يشتغل عليها ومؤرخ بنفس الوقت ويربط التاريخ ويربط الواقع ويربط وحبه للكويت وإيش كثر هو مؤمن إنه هذا البلد هي ما هي نتيجة صدفة بالعكس هذا البلد نتيجة جهد وتعب الناس اللي عليها وسنين ويتكلم شلون المجلس البلدي كان موجود ما قبل النفط يعني الكويت مو وليدة النفط لا ما قبل يوريك هذا المجتمع والله يا أبو عزيز سؤالك ما شاء الله ما تنمل بس أنا ودي أطلع فاصل وارجع أكمل معك أعطوني فاصل طبعا. شباب ونرجع ندردش ها أبو عزيز هلا خذ نفس قوي عميق عميق أعمق شيء سؤال شكله صعب الحين نشوف عطوني التقرير وصلت اللوكيشن أنا ناطرة ملف أخذه ويوان عمل طبعا درامي يتكلم عن 3 حقبات يتكلم عن طبعا زمن العبودية ويتكلم عن السنة والشيعة والعمل للكاتبة منى الشمري بعد يعني العمل هذا بعد ما أنت أخرجته صار في خلاف بينك وبين الكاتبة ليش يا أبو عزيز؟ والله أنا ما أشوف خلاف يعني بالمعنى خلاف يعني أنا أسمع الكلام ممكن يكون خلاف عن الشغل عادي ما كنت لا أنا ما أشوف خلاف يعني كان في شوية نقاشات حوالين بعض المواضيع بس ما صار خلاف لأن كان المفروض أن احنا حتى نشتغل اللي هو سيزن الثاني من ذهبت مع الماء اللي هو كنا غيمة ومطر لأن أخذنا هذه الحقبة غيمة ومطر وقلنا راح نشتغل عليها إنه سيزن ثاني بس هو اللي صار إنه في يعني حتى لو في خلاف كان شفت مثلا الأخت منى مثلا صرحت أو أنا صرحت بس هو دائما يصير في نقاشات دائما ويصير في اختلاف وجهات النظر بس الخلاف اللي يؤدي إلى مشاكل وغيره لأنكم فنانين موجود. لأنكم فنانين يعني مخضرمين ايه؟ فوراقين فما تخلون خلافاتكم تطلع بالسوشيال ميديا لا ما في لا بالعكس والله ما في هذاك الخلاف الواضح هو في ساعات يصير اختلاف على وجهات النظر في بعض التفاصيل يعني واحنا نشتغل يمكن ذهبت ما صار في خلافات على بعض وجهات النظر في شكل العمل شلون ماشي شلون في بعض الشخصيات شلون تتحرك وغيره وبعدها مو عشان دخلت الأزمنة 3 مع بعض ولا لا لا هو العمل انكتب من الزيرو من سكراتش لأنه هو العمل أصلا فكرة شاشة يعني هم كانوا مشتغلين على يعني اللي انبعث لنا في البداية أن احنا هم كانوا يبون يسوون وسمية تخرج من البحر في رؤية جديدة يعني فأنا لما جتني الفكرة قلت أنا وسمية تخرج من البحر سواها من قبل يعني فنانتنا طلال سعاد عبد الله وخالد أمين كان هو شخصية عبد الله وكانت الفنانة العمانية رشا شنون كانت مسوية دور وسمية وإخراج عبد العزيز الحداد أستاذ عبد العزيز يعني وسووا سهرة تلفزيونية وتذكر مشاركة فيها مهرجان بس أنا ما قلت أنا إحنا إيش بنسوي الحين هل بس بنعيد بس القصة مثل ما هي خلينا نقول بتقنيات جديدة إمكانيات جديدة أوكي راح نطلع صورة حلوة بس وبعدين فقلنا خلونا نبني على هذه القصة وهي هذه الإلهام اللي صار من رواية الأستاذة ليلى العثمان هي الفكرة الثيمة اللي متطرقة لها في الرواية إنه هذه البنت وسمية لما صار لها علاقة مع هذا الولد هي الاختلاف الطبقي الاجتماعي هي البنت غنية والولد فقير فكان أمه تشتغل يعني خياطة وتلف بين البيوت وهم من عائلة غنية فهذول الأعمار صغيرة وحبوا بعض بدون ما يفهمون إنه في اختلاف طبقي لما صار الواقع وبغوا يتقدم فلقى الرفض صارت عندهم غلطة صغيرة إنهم تواعدوا بالليل وراحوا على البحر علشان يتكلمون مع بعض يسولفون هو هذه بس الإشكالية
وهم قاعدين على البحر سمعوا صوت الناطور أول من هناك من هناك. الناطور هذا حارس الليل فانخشت. وين خشت وسمية؟ خشت في الماء. هي هذه أعظم فكرة في الرواية. يعني هي هذه اللي بنت الرواية، إن وسمية انخشت في الماء فحبست نفسها تحت الماء. هو منطقيا ما في أحد يقدر يحبس نفسه. يعني انت لو تجربين تقعدين تحت الماء تمسكين نفسك بعد فتره من حلاوه الروح راح تبي تطلع تتنفس. هي اكتمت نفسها لغايه ما انتهى الحديث مع الناطور وعبد الله وقال له انت شو تسوي هنا؟ يلا روح بيتكم، شو قاعدك بالليل؟ قال له كذا. تاخروا في هذا فرجع عبد الله شافه ولا ميته وسميه، فعشان يداري هذا كلم امه ولقوا حيله ان بين الحريم يغطون على هذه ان هي كانت جميل جدا. فتقصد ليلى العثمان انه العادات الاجتماعيه هذا هو اللي كتم على نفس وسمية تحت الماء. فهذه اللي أعطتنا الإلهام. والله أبو عزيز أمانة العمل نبني القصتين الثانيين عليها. العمل جميل ولمستك واضحة والشباب، بس أنا بتكلم عن بعض الشباب الوجوه الجديدة الموجودة في العمل، أنت شلون اخترتهم؟ هو أنا بطبيعتي أسوي كاستنج صراحة. يعني أسوي كاستنج طويل وأجرب وأغير الملامح، وحتى معروفين اليوم يقولون الصبورة محمد دحام، يعني أحط الصبورة وعليها صور وأسوي علاقات وأبني ونركب ونحط اقتراحات. يعني ساعات تشوف الممثل هو ينادي نفسه للشخصية. يعني مثلا إذا رحنا للحقبة الأولى، حقبة غيمة ومطر، شخصية هذه المرحلة اللي كانت فيها العبودية طاغية وكذا، كان فيصل العميري مؤدي دور يعني فنان، يعني عطى الشخصية روح أمانة وعطاها مصداقية وعطاها بعد نفسي حلو. البنت اللي هي غيمة كانت فنانة نور الشيخ، فعطت هذا الفارق ما بين الشكلين، يعني البياض المصفر لأن هي كانت بعد مريضة يعني عايرونها بالمرض، وفيصل وحالة النفسية اللي عاشوها، يعني أعتقد يعني عطوني اكثر من ما كنت متوقع من هذه الشخصيه. يعني الشيء اللي تخيلته كتبته على السبوره. أيوة. ابو عزيز الشيء اللي تخيلته كتبته على السبوره، الشخصيات طلعت معك كذا، طلعت وضبطت الدور. وسميه الفنانه رهف العنزي واحمد سعيد كان مسوي دور عبد الله، وحمد العماني وروان بن حسين في القصه الثالثه. يعني روان كلنا ندري ان روان ما شاء الله يعني من اشهر الفاشينيستات نقول بالوطن العربي، يعني مو بس بالخليج. فبالنسبة لك إنها تكون ممثلة ما كانت مجازفة بعزيز؟ لا مو مجازفة، يعني أنت لما مثلتي في لا أنا ما مثلت، أنا مش صامت يعني كان. أي بس ظهرتي كممثلة مو حصل لغاني في مكان. أكيد صح. أي يعني ساعات في بعض المذيعين أو الإعلاميين أو الرياضيين يظهر بشخصيته الحقيقية في العمل الفني، بس لما الواحد يغير هو وين الفكرة؟ أنه أنت اليوم ممكن تستغل المشاهير، وهذا موجود على مر التاريخ في أمريكا في مصر. تشوفين في فترة كانوا اللاعبين يمثلون صح، إكرامي وثابت البطل وغيره، وما يعني فنانين وغيره حتى عندنا هنا يمثلوا بعض الفنانين اللاعبين بعض الإعلاميين وغيره، بس هل هذا الفنان مناسب حق الدور؟ وبعدين شنو اللي صار معي؟ لأني أنا حضرت شفت لها أعتقد كليب كانت تمثل فيه من قبل قصة البنت هذه المقهورة وكذا، فأنا شفت رياكشناتها وردود أفعالها كانت تناسب أنها تؤدي هذه المشاعر. فلما الإخوان في الشاشة طرح عليها موضوع تحمسوا أنه أوكي، لأن بالنهاية أنت تنظر حق الناس اللي ممكن تجيب لك جمهور بعد مشاهدة إقبال على العمل، وهي مثل ما قلتي عندها هذا الانتشار. بس شنو اللي صار أنا معي؟ أنه إحنا دخلناها دورة تدريبية، يعني اشتغلت تقريبا شهر مع الفنان مع الأستاذ عبد العزيز صفر، دورة تمثيل يعني علمها على كل التفاصيل والتمثيل عملي ونظري. وبعدين كان معانا دكتور مبارك المزعل، دكتور مدرس معلم في المعهد العالي الفنون المسرحية، بالإضافة لبروفات الطاولة، بالإضافة في اللوكيشن. أنا طبيعتي أتابع الممثل يعني أشتغل على، فعطت نتيجة. واللي يعني أبهرني في اللوكيشن أول يوم حضرت لقيتها حافظة كل الشخصيات، يعني حافظة كل الأدوار اللي حافظة أدوار شاربة شاربة المسلسل تمام، وطلعت النتيجة الحمد لله يعني ممتازة جيدة. أبو عزيز أنا بشوف واحد من مسلسلاتك نرجع على الغالي، أعطوني كهل أسود. عقب موضوع الهندية أبو عزيز، هذا العمل اسمه كحل أسود، وعندك عمل ثاني اسمه لا موسيقى بالأحمدي. هذا لا موسيقى بالأحمدي. إيه العملين هذول. العملين لا موسيقى بالأحمدي وكحل أسود سووا نقلة نوعية بالتاريخ الدراما التراثية عندنا في الخليج. الحمد لله. الحمد لله شيء حلو. ليش ما استمريت في هذا النمط بعد؟
نفس الرتم نفس القصة. هو الأعمال اللي من هالنوعية مشكلتها تكلفتها عالية ومردودها ما يغطي يعني تكلفتها بصراحة، يعني يدوب يمكن، وهذه إشكالية احنا نعاني منها دائما، انه لما تروح تبيع الأعمال في المحطات يتعاملون مع العمل التراثي كأنك مقدم عمل مودرن اجتماعي في البيوت، يعني تكلفته وايد عالية، فانت تصير عندك صدمة يعني ان انت، وهذا اللي يخلي بعض المنتجين يتراجعون. بس اللي يكلف ابو عزيز اذا الممثل نفسه دشداشه طرق الدشداشه من اول مسلسل لاخر مسلسل، إيه؟ البيوت عندكم مثلا عندكم قريه تراثيه كامله تصورون فيها، وين إيه؟ الغلب الموضوع اي الغلب في في التصنيع، لان انت هذا الديكور كله يتصنع يعني إيه؟ وازياء انت مثلا تقول هذا طرق الدشداشه، بس هو انت لما تفصل حق كل الممثلين وعندهم راكورات تبديل، والبنات طبعا الممثلات اكثر بعد ازياء وغيرها، اكسسوارات اكسسوارات بناء كامل، يعني انت كل هذا، وبعدين تكتشف ان انت تجي تجهز لوكيشن وتبنيه ممكن تصور فيه يومين ثلاثه بعدين تهدمه وتبني غيره، فهذه كلها تكلفه. يعني حتى العمل اللي مدته 7 حلقات يعادل ميزانيته في الـ في الـ في الـ في تكلفه البناء وغيره نفس العمل الـ30، انت قاعد تبني اللوكيشن بتصور فيه 30 حلقه ولا اسبوع، هذه مشكله، مو نفس متأجر بيت وتمشي. وبالاضافه الى الشغل على راكورات الممثلات بروحه هذا يعني يحتاج مجهود كبير بعد هو انتاجيته، وبنفس الوقت هذه الاعمال مو كل الكتاب، يعني هي الحين الاشكاليه انا ليش احب هذه النوعيه من الاعمال التراثيه، لان لازم يكون فيها قضيه، مو ان الشكل عاجبني، هي الشكل هو هذا مهرب احنا نروح له التراثي، بس احنا القضيه اللي داخل يعني كحل اسود او خلينا نقول لا موسيقى في الاحمدي تتكلم عن العنصريه ومدى قبولك للمختلف عنك، ومدينه الاحمدي هذه اللي تجمع مختلف الاطياف من المجتمع الكويتي وكذا، ولو تشوف العمل يتكلم عن شيء اليوم موجود عندنا، هو هذا يرجعنا لما نشوف اليوم مثلا خلينا نقول في عنصريه زايده، لما ترجع هذا العمل يوريك وين جذر المشكله من اساسها. اساس المشكله شنو؟ ايوه مو هي هذه الفكره، مو بس ابي اوريك عمل حلو وكذا، هو هذا جزء من اللعبه، اني انا عايشك في نستولوجيا وعمل درامي يسوي لك حنين للماضي والوانه وتفاصيله، وبنفس الوقت نقدر نمرر الرسائل اللي احنا نبيها. ف مو دائما يجيني نص بهالقوه، ممكن قاعد اشوف تجيني نصوص تراثيه وتاريخيه بس ما فيها هذا الرسالة هذا أو المسج أو الوعي اللي يبي يقدمه العمل، فتلاقيني أتراجع عن هذه النوعية ساعات من الأعمال، ويصير عندي نوع من التغيير. أنت حبيت يعني منه أبو عزيز؟ أي حقبة فنية يعني تحس أنك، أي حقبة زمنية تحس أن كحل أسود ولا لا موسيقى بالحين؟ أقرب شيء القلب والله. هم شوفوا يعني أنا مثلا عندي الهدامة بالنسبة لي هذا من الأعمال اللي توب، ساهر الليل الأول صح. للسبعينات بعدين ساهر الليل الثاني الثمانينات، ساهر الليل الثالث فترة الغزو، فترة الغزو هذا كان بعد هذا التوب، وبعدين لما بعد فترة بعدين رديت اشتغلت كحل أسود قلب أبيض بعد هذه الحقبة الجميلة، يعني ومنشمري كاتبة شيء جديد لأن مجموعة قصصية وحولتها إلى هذا المسلسل الجميل، وسوى يعني سوى روح غريبة، يعني رجع لي إحساس الهدامة، يعني هو صاير مزيج ما بين الهدام وساهر الليل، يعني بين القديم وبين الوسط، وبعدين لا موسيقى في الأحمدي السبعينات، بس فلا موسيقى في الأحمدي في بداية أول كم حلقة الخمسينات وبعدين انتقال في الزمن، لأن هذه مرحلة النفط والطفرة الاقتصادية والحياة ممتعة سيارات، فأنا أحب هذه حقبة السبعينات أكثر شيء أحبها، يعني تغريني كمخرج لأن فيها شغل فيها تفاصيل. وعزيز رغم جمالية الشيء اللي أنت قاعد تقدمه أنت وزملائك المخرجين، أنا يمكن أزعل لما أشوف بعد ما أخلص العمل كون هم ممثل أشوف تويتر الناس هذا ما يمثل مجتمعنا وهذا مش عارف إيش والانتقادات ويركزولك على شغلات ما لها داعي. أنا أتذكر حتى ما أدري بمسلسل مسلسلات مطلع لك شيء جديد أنت على مطعم أو شيء، يعني الدقة الزايدة وطلعت تصرحت وتكلمت في الموضوع يا جماعة لا تدققون، وإحنا معاك. ليش بعض الناس فيهم هذه بس الخصله يبي ينتقد رغم ان العمل ناجح؟ هو في المجتمع فيه الحين انت بتروح الديوانيه تلاقي 10 من ربعك في 2 هو بس حياته ينتقد يا اخي هو متذمر هو ما يعجبه شيء، يعني هو لو تقدم له اي شيء ما يعجبه. في ناس تحب تطالع النصف الفارغ من الكاس هو طبيعته كذي، وفي ناس تقدر تشوف النصف الممتلئ ود، يعني هذه بعد طبيعه بشر انت ما تقدر تتحكم فيه.
وعادة العفو عادة تلاقين مثلا في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي من اللي علق؟ اللي يعلقون اللي المتذمر اللي صح. ما عاجبه، اللي يعجبه ما يعلق، نادرا يعني ما يعلق إلا أنه أنا عجبني خلاص أوكي حلو، بس أو ممكن يكتب كلمة حلوة أو نادرا يعني قليل اللي يكتبه. أبو عزيز يعني صح، أنا أشوفه عادي اليوم الكل يقول ما قام، أنا بالنسبة لي الموضوع هذا ما قام يأذيني ليش في السابق يمكن في البدايات شوية كنت، بس بعدين عرفت إنه هذا حق من حق من المشاهد. الناس المشاهد إنه هو ينتقد ويقول، وبعدين هو لما ينتقد هو ينتقد العمل ما ينتقدني أنا شخصيا، فلازم أفصل بين عملي وبيني أنا صحيح. يعني شخصيا ما قاعد يسيئ لي. أبو عزيز يمكن أنت يعني مخرج صاحب رؤية عميقة مثل ما يقولون، والمسلسلات التاريخية فيها تفاصيل يمكن جدا صعبة صح، فاختيارك للممثلات، لأن الممثلات الحين ما في أحد مو قاز مو تافخ مو صح، فتراعي هالموضوع بالأعمال التاريخية؟ تراعي يعني مثلا عمالي. تقول ان هذه ما تصلح حق هالدور لان هي مثلا مسويه، لا شوفي الكاستنج او شيء كذي. اي طبعا طبعا ممكن. اي بس خل اقول لك شيء، يعني اليوم احنا كنا هذا الكلام نقوله قبل سنين انه هذا مؤثر، انا صح، بس اليوم الاعمال الحديثه المودرن تتحمل انه يكونون مسوين عمليات لان هذا الوضع صار موجود يعني. بس وين الاشكاليه؟ انه لازم تنحط الممثله اللي مسويه عمليات تجميل في الدور اللي يناسب ان هي ممكن تكون مسويه، يعني وضعها الاجتماعي يساعد. يعني ما ينفع اشوف مثلا بنت فقيره في حاله اجتماعيه وضع اهل بيتها وكذا ما عندهم مثلا يدفعون اجارهم والممثله مسويه عمليه سعرها بالالاف مثلا، فهمتي قصدي؟ هني يصير الاشكاليه. بس ما عندي مشكله اذا هذه نحطها في دور يمشي مع الثيم مع التركيبه، بس تواجه المشكله الصعوبه هذه او ابتعد. بس هذا ما انا ما اقصد انه هذه ممثله سيئه او غير، لا انا اقصد انه هذا يركب هنا ولا ما يركب. اي ما له علاقه في انه بعضهم عادي يدارون مسائل شخصيه بينهم بينك انه والله ابو عزيز ما حتى لو كان الاداء يعني بعضهم ياخذونه بشكل طبعا وهذا غلط. اي لا العفو هي حصه شو اللي يصير يعني. بس تواجه مشكله حقيقيه ولا ما تواجه مشكله حقيقيه؟ ما اواجه لاني ما اقبل انه يعني نهائيا تقطع الموضوع. اي ما اقبل ماني مجبور في خيارات. اي صح إيه ماني مجبور. اي بس حتى لو كانت مثلا ممثلة ادائها مريح بالعمل راح يريحك راح ياخذ يعني راح تأدي الدور بابداع مثلا. اي ما يخالف ألاقي لها دور يناسب اذا كان هي مسويه، بس ما احطها في عمل تراثي مثلا. اي في عمل مودرن إيه ليش لا صح. اي ابو عزيز نبي نشوف من الاعمال الجميله اللي انت اخرجتها ونرجع نعلق عليها. اعطوني سهر الليل نصحت معك يلا يعني من اروع من اروع الاعمال امانه من غير مجامله والله يا ابو عزيز. طبعا من فنانين من كاس من صوره من اخراج من كل شيء تابع اجيال تابعوا اجيال اجيال يعني كبير صغير تابع. اي والله حصه يعني انا للحين اتذكر عيالي تابعوا معي. تتكلم عن حقبه تاريخيه مهمه. اي لان هذا العمل لما انعرض كان في غاب كبير عن الأعمال التراثية وكذا، وكان ما حد يسوي الحقبة السبعينات هذه كنا أو في السابق كل الأربعينات وبيوت الطين، فهذا خلى الناس تعيش ماضي قريب منهم يعني أغلب اللي مر عليهم يعني شايفين هذا الزمن هذه الأزياء هذه الملابس الديكورات في بيوتهم بيوت آبائهم موجودة للحين، فعاشوا معاه صار قريب منهم كثير. والعمل يعني كان تفاعله مع الناس يعني كان غريب. أذكر يعني لما انعرض حتى كانوا ممثلين يعني في بداياتهم الشباب البنات هي عبد الله صمود الكدري في الشارع كله يكلموني عن سهر الليل، عرفت انه هو ترك حلو كل بعد حتى فتره الغزو يعني كان بهالفتره هذه مو وايد ناس يعني اطفالنا مثلا عيالنا ما كانوا عارفين الحقبه شنو تفاصيلها وشنو شلون كنا عايشينها وشلون، فكانوا يبون يتابعون يعرفون شنو صار بهالفتره شلون كان شكلكم شلون كان ستايلكم لبسكم حياتكم بهالفتره صحيح. فوايد اجيال صغيره تابعتها حتى في مجله اذكر في من المجلات استوحوا ازياء من فتره ساهر الليل والشنب اللي كان مسوينه الشباب والغتره على الكتف والشعر وغيره، فطبعت صارت يعني موضه ذيك الايام يعني رجعت حاله من الموضه حبهم لهذا الشكل فترك اثر يعني الحقيقه. وبنفس الوقت لا تنسين
هذه مشاعر الحب العفوي اللي يصير دائما ما بين الأهل والعائلة والفريج والإيران، وهذا هو اللي كان يسوي بعدين زواج ويسوي علاقات اجتماعية ويسوي أن الجار يخاف. أنت وصلت حق الجمهور الإحساس القديم بشكل كامل من كثر ما كان العمل حلو، حتى طبعا كانت مشاركات كثيرة من بعض الفنانين النجوم شاركوا معكم أعتقد في مشاهد بسيطة، صح؟ يعني كثر ما حبي العمل. اي عبد المحسن نمر طلع مشهد مشهدين، يعني كذي يعني ممثلين كثير. حسين يعني مهدي بالجزء الاول يمكن بعد طلع سيكونس يمكن 10 مشاهد. حلو. حبوه. حلو. إيه. يعني امانه والله هذا من الاعمال فعلا اللي يعني تنذكر لك دائما امانه ابو عزيز، وعمل وايد 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 حلو. شنو عندنا بعد؟ طبعا عندنا مشهد ثاني، مسلسل ثاني. طبعا انا يعني اهنيك الصراحه على مسلسل انا سجين نصاب. أهنيك على هالمسلسل، وسمعت توك الحين قلت لي إن في جزء ثاني. صح. ما شاء الله تبارك الرحمن أبدعت. بس صدق العمل بغى يتوقف؟ لا، هو يمكن صار تداخل مع عمل ثاني يمكن أتوقع، وصار في كلام على يعني إنه في عمل راح يتوقف وكذا، بس ما صار هذا الموضوع. ولا صار يعني شكاوي. سمعنا ان في احد يبي يقاضيكم؟ ما سمعنا. يمكن هم قالوا امانه ابو عزيز قالوا ان هذا العمل لانه يعني مقتبس من قضيه حقيقيه موجوده في الكويت. اي. او حتى شخصيات حقيقيه. شخصيات فيقولوا تبينها كوبي بس بالضبط. اي. فهو حلو اللي تجيب كذي يعني قصه حقيقيه، بالعكس حتى في مصر يسوون كذي، ولكن يقول لك بعض الناس وكان ما واحد شاك بنفسه على قولة اللي براسه بطحه. أي. فيقول لك ان انا شلون تقعد تتكلمون عني وكذا وهذه أي. قضيه حقيقيه. يعني هو حتى لو يعني بس يعني الواحد ما يبي يطلع انه منصوب عليه. أيه. بصوره انا منصوب علي لا ما اقبل. والله شوفي خل اقول لك، يعني اذكر الله يرحمه يا عبد الحسين عبد الرضا كان يتكلم عن هذا الموضوع. اتذكر كنت اسولف معه اقول له ابو عدنان شلون هذه الاعمال، قال لي تصدق شخصيه النصاب من اكثر الشخصيات جاذبيه على الشاشه. فقلت له شلون؟ قال لي ارجع الى اعمالي. قلت له شلون؟ قال لي شوف قاصد خير نصاب. قلت له صح. قال لي شوف درس خصوصي او فريج العتاويه، هذاك اللي مره يصير محامي مره يصير ما ادري شو، هذا نصاب. شوف غير ابو ردح، شوف ما ادري كذا، شوف كذا. فقال بس انت الفكره وين؟ ان النصاب هذا لما يكون دمه خفيف وعنده كاريزما وعنده حضور، هو فعلا النصاب اليوم ما هو مثل ما احنا نتخيل انه هو مجرم وبشع وقوي ودفش وكذا، لان اذا واحد بهالمظاهر راح تبتعد عنه من طبعا. لا لا، النصاب يكون سلس يمكن يضحك وعنده ودارسك عدل وهادي وكذا. فلما تصير النصبه في الاخر النتيجه تصير عندك يعني حتى من كثر ما انت مقهور تضحك إن شلون نقص عليك بهالطريقة، لأنه هو ما أذاك جسدياً ما أذاك غيره، أنت من نفسك قمت عطيته يعني بطريقة ذكية. فهذه الشخصيات أنا أعتقد يعني على الشاشة لما تنعرض فيها فائدتين، يعني فائدة إن أنت تأخذ درس تتعلم أي، وفائدة إن أنت تفهم يعني إن عادي ممكن ينصب عليك ممكن ينصب عليك يعني مهما تكون. وهو لو تلاحظين واحد شيء واحد ينصب على أذكياء هو. وعادة عادة النصابين الصغار ينصبون على الفقير المسكين اللي يعني على قد عقله، هو نصب على أذكياء وناس يعني فاهمة. أنا ما يقتلني إلا النصاب، أنا ما يقتلني إلا النصاب. إذا نصب عليك في نصاب وتشوفه بمكان تصيده ويضحك بويك يضحك ما فلوس موجودة. هذا الموضوع أبو عزيز يمكن في شيء بالضبط. أبو عزيز يعني أنا لاحظت بهالمسلسل أنت اخترت حتى الملامح. يعني حتى ملامح الممثلين كنت حريص أنه يكون يعني بدون ما تقول هذا الشخص منو. إيه؟ كنا من الملامح نعرف الشخص هذا منو. يعني مثلا يعني بدون ما بدون أسامي يعني المطرب مثلا. إيه؟ كان قريب من ملامح المطرب الأصلي مثلاً. يمكن ما كنا نقصد لهالدرجة. إيه؟ بس هو أنت لم يعني تحاول إنه تكون الشخصية قريبة من الناس. يعني أنا الحين ما أقدر أجيب مثلا مطرب أقول إنه مطرب كويتي ويروح يغني خلينا نقول جلسات شعبية وخليه مودرن يشبه يعني خلينا نقول جاز ستايل يعني يشبه مايكل جاكسون والملابس. لا يعني لازم يكون كويتي دش داشة وبترا وقال والبساطة نفس الثيم ونفس الفكرة. حتى فأنت تقدرين بعدها تسوي نسقاط إن هذا فلان أو فلان، بس هو بشكل عام. اي لانه هو خلينا نقول انه هذه الشخصيه تشبه شخصيات كثيره مدمجه داخل شخصيه واحده. صحيح. اي
الله يعطيك العافية. الله يعافيك عزيز، وايد مشكور. تلي مشكور. لقاء سمح حلو، حوارات جميلة، أعمال ولا أروع، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. حاب تقول كلمة قبل ما نختم فقرة مالتك؟ أنا أبيكم بعدين ضيوف عندي في برنامجي. يعني اللي سويناه فيك تشوفين هناك دوري. الساعة المباركة. الله يحفظكم، ما قصرتوا، شكرا لكم وشكرا على كل شيء حصة. شكرا أخوي، نورتنا، ما قصرتوا. والإخوان في الإعداد أمتعتنا صراحة، ما ودي اللقاء يخلص أنا لأن عندي أسئلة وايد، يعني ودي أسئلة بس يعني زفوني. بس يلا الله يحفظكم، كل الشكر لك عزيز. أنت طلع فاصل. يعني هذا آخر فاصل ولا بعد؟ لا في فاصل. في فاصل يعني إن شاء الله هذه تكون لقائي معاكم، وجودي أنا معاكم كان خفيف عليكم، وإن شاء الله بعد الفاصل نكمل. نكمل. حياكم الله عليك.